السلام عليكم، كي دايرين الاخوات؟ لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان، كنتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم جلابه بالمليفه، مليفه سامبل البنات، خدمناها بالبرشمان كتجي على هذا الشكل. درنا ليها الخريطات في الجناب، هنا درنا ثلاثه ديال الخريطات في كل جهه كتجي على هذا الشكل البنات. ودرنا ليها طريسناتها بطين جوج الوان، هذا اللون الكناري هو باين اللون ديالو حسن في بلا الكاميرا، راكم عارفين الكاميرا كتبدل شويه الالوان. درنا ليه الضريس البنات ديال التخريص، كيتسمى المخرص اولا العرق، كيجي زوين. وعندنا جلابه اخرى البنات اللي هي هذه المليفه المطروزه في الكرونه، هي في الاصل مطروزه، يعني هاد الطريزات اللي فيها من التوب، كتجي زوينه البنات. هانتوما شوفوا الشكل ديالها كي جاي، هذه مخدومه سامبل بالبرشمان، هي فيها الصم مخدومه بالصم النحاسي، ربما يكون باين ليكم دابا هنا. وخدمناها بسنينات، خدمناها بسنينات جوج الوان هانتوما البنات، خدمنا شويه في سنينات. هذا الموديل صراحه ديال الدرس كيجي زوين، كيجي خفيف، كتجي زوينه البنات. الكرونه ملك الالوان صراحه، هو زوين كيجي غزال هاد اللون حتى هو. المهم هادشي اللي شاركت معكم البنات هاد النهار، هاد جوج ديال البس، كنتمنى يعجبوكم ويوصلكم الموديل، ونهاركم مبروك، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.